أعزائي المشاهدين، معكم الآن بانوراما، وليس بالأحرى بانوراما، إنه خبر عاجل ضمن بانوراما، ولكن معنا مباشرة على الهواء مراسلتنا في العاصمة الإيرانية طهران، التي سوف تضعنا بالأجواء حول زيارة الرئيس سعد حريري إلى إيران والمناطق. معنا مباشرة زميلة سوسو دخيلو. سوسو، نحن معك هلأ على الهواء مباشرة، بليز لو سمحتي حطينا بالأجواء. نعم قاطف، أنا مباشرة معكم من العاصمة الإيرانية طهران، عم واكب بزيارة دولة الرئيس سعد الدين الحريري، وعندي هون بعض السكوبات اللي قدرت أحصل عليها من مصادر خاصة خاصة خاصة. أولا، السلطات الإيرانية هديت دولة الرئيس الحريري سيارة سابا صنع إيران، وتشكرهم دولة الرئيس على الهدية وسابا السيارة بأرضها، لأنه طلع عم بيعمل فيها جزدورة صارت تقطش وتخنق. نخع الدزيام ما مشيت، جرب يعلق لها بالنزلة كمان ما مشيت، أو ما كان في ميكانيسيان، فمثل ما قلنا لكم إنه تركها لسابا بأرضها. نعم سوسو، في عندي سؤال آخر بيتعلق حول قصة الأسلحة والتسلح، هل رح يكون في تعاون بين لبنان وإيران؟ عرفنا أنه صار في مفاوضات حول الأمر، لو بتحطينا بالأجواء لو سمحتي. نعم مزبوط قاطف، أما بالزيارة دولة الرئيس الحريري لمعمل بيصنع الأسلحة والصواريخ، وكمان المسؤولين عرضوا عليه يعطوا بعض الصواريخ المهضومة والملونة، وبين هالصواريخ صاروخ رعد، فأجاب في مجال تعملوا لنا صاروخ خاص اسمه صاروخ سعد. وطلب دولة الرئيس الحريري انه بركي فرد مرة بيعملوا الإيرانية صاروخ فتفت متوسط المدى، وصاروخ عقاب ليوصل لبعد بعد بعد البسطة. كانت معكم السيسة دخيلو، بانوراما طهران، إلك عاطف. شكرا. نعم شكرا، كان هذا شكرا سوسو دخيلو. اذا صار اي شيء جديد اعزائنا المشاهدين بنكون معكم مباشره على الهواء. كنتم مع فاصل مباشر من بانوراما وخبر عاجل من طهران. شكرا.